انت بتعمل ايه في حياتك؟ كنت بقول لك، هقول لك، انت عارف زمان وانا في ثانويه عامه، والله العظيم كنت اذاكر كده اول صفحه، دي اول صفحه، والله والله العظيم دي اول صفحه كنت اذاكرها، كنت ارجع اعيدها تاني وتالت ورابع وعاشر. ما هي اللي مذاكرها بقى ماريش غيرها، كل شويه اقعد اراجع عليها، باقي مثلا الكتاب 700 صفحه ما بهتمش. اول صفحه كان عامل زي بوده والله العظيم. اي امسك اول صفحه ده زي كبت طهرانه، نجيب محفوظ ولا نجيب مأذون؟ كريستين بتقول لك ازاي كده، دي برافو يا رنا. شفت عيال كرييتيف زي العيال اللي هنا؟ اقسم بالله انا عندي شويه عيال، انا عندي شويه عيال على الفيس كرييتيف، انزل البوست اقسم بالله افتكر ان انا نفسي كوميدي، والله العظيم بحس ان انا مستواي زلخره. العيال كوميديه بطريقه اقسم بالله، والاي كيو بتاعها بام 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 كرييتيف، والله العظيم انا في ناس بتخش تقول لي اقسم بالله، احنا بنخش الكومنتات بتاع نقعد نضحك من الناس اللي عندك بتعرف تضحكنا وتعدي اليوم، والله العظيم العيال كوميديه جدا. ازيك يا ايمي؟ ازيك يا ولية يا ايمي؟ وحشني يا ابني. ازيك يا ولية يا خلود؟ ازيك يا ريم؟ جيت متأخر ولا لا يا ريم؟ لا ما تقوليش كده يعني. نادين رفعتك من 130 60، طب بالله. يا عم على الله يا قلبي. ازيك يا ولية؟ يا جماعة مش عارف اذاكر، مش عارف انام. يعني انت لا ذاكرت زي اللي ذاكروا، ولا حبينا زي اللي حبوا، ولا نمنا زي اللي ناموا، وما انت قاعد معايا ليه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ الانجاز اللي بتعمله بتتفرج عليا؟ لا ده انجاز، صدق ده انجاز كبير قوي. ولا روح ذاكر ولا ذاكر. انت يا جوج انا بحبك، مساء الفلافل قلبي فاتح ولا قفل. نهالها ما فيش ازيك يا فاطمه. عارفه يا فاطمه، كنت لسه بقعد اقرا في اسمك ولسه بسيب. يلا مش قلب موجوع يا جوليا. سلامه قلبك، والله والله العظيم سلامه قلبك، سلامه قلبك يا وليه، ما تزعليش يا وليه، والله والله العظيم سلامه قلبك، سلامه قلبك يا وليه، ما تزعليش يا وليه. العظمه بلا جلاله قدره بفريند. انا فريند عندك يا ولا ايه يا ولا ايه اللي تقولي الله يخرب بنت. انا فريند عندك يا ولا ايه يا ولا ايه اللي تقولي الله يخرب بيتك قلبي عظمته. ازيك يا نورهان؟ انت بتعمل ايه في فتره الجامعه؟ نعتبر ان دي المرقعه، دي المرقعه انا كنت بعمل فيها كده. كنت بتمرقع مرقعه، كنت بس كنت بقضيها شغل، اصلا كنت بقضيها شغل، والله العظيم كنت بتمرقع. اللي يقول لك يا ازيك يا فيولا، بس مرقعة كنت بقضيها مرقعة. انا احب المرقعة قوي يا عم. قول لي نصيحة، انا امتحاني قرب. ايه العيال اللي كلها فاشلة دي؟ بص يا اسطى، ذاكر عشان مش هتروح الامتحان تقول لهم اصلا كنت منطفئ. ذاكر عشان هناك هيخلوك منطفئ، والله لا هيخلوك تنور. جد ده هيقول لك تعالى نورك، بلاش اهانه الله يسترك. ازيك يا ايمي؟ ازيك يا ايمي؟ والله ربنا يسترك يا ايمي. والله جو ممكن تقول لي ازيك اطبع خطيبي بطبعي؟ ما فيش حاجه اسمها تطبع يا خطيبك بطبعك. ايه وليه اللي انت قلت ايه؟ زي رهبوبه رهبوبه. ازيك يا وليه؟ بس جبنه كيري يا اللي شتت التفكير. ذكر رهبوبة. حاولت ابقى كريتيف؟ لا يا انت كريتيف طول عمرك. ذكر نادين. خلاص يا نادين العلم العلم. كانت بتقول لك بحبك ازاي؟ انا هقول لك على السر، والله العظيم اقسم بالله كانت بتديني سندوتشات الكبده وتقول لي دي مليانه اكتر. عايز اقول لك بقى كانت بتحبني قد ايه، مش عارف اقولها لك ازاي، والله العظيم كانت تديني سندوتشات الكبده وتقول لي ده لا كل ده عشان ده مليان اكتر، وانا كنت بدبيتين كلب وباكله. لا انا كنت معفن والله العظيم، بس هي كانت طيبه،
تعرف ناس غلابة بقى والله. ما اعرفش لا انا كنت بعفن والله العظيم، بس هي كانت طيبه. كنت اعرف ناس غلابة بقى والله. ما اعرفش ناس وحشه بصراحه يعني، كانوا محترمين. زكي الاء، زكي بوسبوس، يا احلى بوسبوس في الدنيا، حلوه يا بوسبوس. زكي ولا زكي، استنى دي، استنى دي، تحط صورتي والله العظيم. اميره، اميره مجدي، زكي اميره يا مجدي. اه لا استنى، زكي نادين يا اسطى، عندي لايف بايو وقاعده هنا. روح ذاكر يا اختي، روح ذاكر عشان ما يا جنى، روح ذاكر. جبت كام ساعه؟ ما ينفعش اقول لك، كانت فضايح. الله يسترك يا جو. انا نفسي انا انت نفسك انجاز في حياتنا. الله يسترك. انت ضد فكرة ايه؟ انا ضد فكرة ان الانسان يصحى بدري. انا ضد الصحيان اصلا. انت يوم ما تصحى اشتغل، والله العظيم اقسم بالله دي فكرة عظيمة. اصل يعني ذكاء اسلام، اصل يعني انت هتعمل ايه يعني لما تصحى بدري؟ يعني هتخصب اليورانيوم يعني؟ ما انت طبيعي مصري يعني، مش هيحصل اي حاجة. ذكاء شيري، مفيش ذكاء شيري. اه بصي والله العظيم بسلم عليك يا جو. احكي على انفصام شخصية. يا لهوي ذكاء يا سيف، لا انت عظيم يا سيف عشان فاهم يعني انفصام. هي الانفصام مش معناها ان انت، لا ده دليلة كبيرة. طب سيبني، طب احكي لك عليها في الفيديوهات عشان نندب سوا. كنت شايف ماتش الاهلي ازاي؟ عارف يا اسطى الله يشتريها يعني، ازاي الفل ان انت وصلت للمستوى ده؟ عارف انت اللي هو ما تدوهم الكوره يلعبوا معاكم شويه، انتوا بتلعبوا جوه مشترك والله العظيم اقسم بالله يعني. في ايه يا جدعان؟ ما تخلوهم بيلعبوا معاكم. طب ادي له الكوره، طب يلطط. طيب بس برضه خلينا نتفق ان هو ذكر حبوبه زي كندي. خلاص يا دودو الصوت وقف. ليه؟ جو قول لي نودي تاخد العلاج. اه صح والله العظيم، برافو عليك يا بنت اللذينه. ذكى صوره يا نودي، خد العلاج الله يسترك. انتوا ايه ده؟ ايه ده يا اسطى؟ ده يا اسطى عندي امتحان، اعمل ايه؟ ذاكر. تخيل ان الاجابه ذاكر. الصوت مش عارف، هو الصوت راح. استنى اصلا، لا ده المايك، لا لا انسى، ده مايك، ده مايك يا ابن قلبي. انت كده سامعني صح؟ الذكرى دي يا اصل انت مش بتقول غير اسماء بنات منور يا فوزي. اقسم بالله انا قريته كده، انا حقك عليا والله العظيم. لو كنت شفته قبل ما اقراه كنت هقول الكومنت ده. ايه يا فوزي؟ انت راجل يا فوزي، وانا بقول اسمك يا فوزي عشان انت راجل قوي، وما اقراش كل كومنتات البنات يا فوزي. يا فوزي ايه طبيعي شكرا. وانا كيس جوافه هنا يا اسطى. قول اسم زكا. دودة، دودة دي احلى شاعره في الكوكب. ازيك يا جو؟ ازيك يا بنت يا مارفينا؟ ايه مارفينا؟ ذكر عبوبة. ايه مارفينا دي يا جدعان؟ ازيك يا جو؟ ازيك يا بنت يا مارفينا؟ ايه مارفينا؟ ذكر عبوبة. ايه مارفينا دي يا جدعان؟ ايه مارفينا؟ ذكر عبوبة. ايه مارفينا دي يا جدعان؟ ايه مارفينا؟ مارفينا هو ده، مش ده كريم؟ لا التاني نيفيا صح، انا اسف والله. قول لي دراسه. اقول لك دراسه، دراسه انا اعملها انا لوحدي كده، جدعانه مني ليك. اللي باعنا خسر دلعنا، اقسم بالله الله العظيم اقسم بالله، ده انا جدعانه مني ليك كده. ما تتكلم عن الناس عن بعض الامراض المعروفه والمرئيه كهيئه والغير مرئيه كنفسيه لحد من التنمر، لحد من التنمر. انا بحاول اعمل كده في الفيديوهات. صح، شكرا ليك والله. انا بحاول اعمل كده فعلا، انا بحاول اعمل كده، انا بحاول اعمل كده لحد ما التنمر. انا بحاول اعمل كده في الفيديوهات. صح، شكرا ليك والله. انا بحاول اعمل كده فعلا، انا بحاول اعمل كده، انا بحاول اعمل كده، بحاول اعمل كده. تمام. شايف الصوت؟ ذكية. عندي امتحان برضو سابق يا وليه ذاكر. عندي امتحان برضو سابق يا وليه ذاكر. شايف الصوت؟ ذكية. عندي امتحان برضه سابق يا وليه ذكري. ذكر الله يسترك يا شيري. ذكر ذكر صار، ربنا يخليك يا ساره ويحرسك. هاشتاج حبس جاموسه. ماشي تعالى. ذكر عم عمرو. ليه يا عم عمرو؟ عايز مني يا عم عمرو؟ الله يسترك.
يلا مش هنشوف تاني. ازيك يا اسطى؟ عشتك صاحب ايه؟ ايجو انا حاطه صورته بروفايل بيكتشر، انا على الواتس، على الفيس، على ايه، على الانستجرام. انت حاطه صورته على كل اللي هو تاي جرام؟ انت حاطه صورته على كل اللي هو تاي جرام؟ انت حاطه صورته على كل اللي هو تاي جرام؟ انت حاطه صورته على كل اللي هو تاي هو تاي